صباح الخير الجميع. أوكي. نستكمل هنا آخر شيء وصلنا له، نظم معلومات المديرين. أوكي، بس تذكير لها، نظم معلومات المديرين، حكينا نظم المعلومات الخاصة بالمديرين، إمكانية استعراض متطور، أساليب عرض متنوعة اللي هي بتخدم، حكينا الليفل، المستوى الإداري العالي، وخاصة بعمليات التحليل. الوحدة الجديدة اليوم عندنا هي الوحدة الرابعة، تحليل النظم. هنا بدنا نركز على مفهوم عملية التحليل. الهدف دائما من عملية التحليل دراسة الوضع الحالي، السعي إلى تطويره من أجل تحقيق الهدف من نظام المعلومات الإداري اللي بدنا نعمله. هاي الهدف الأساسي. كيف عملية الدراسة؟ بتتم عملية دراسة الموجود. شو النظام الإداري الموجود عندنا؟ شو نظام المعلومات الموجود عندنا؟ كيف آلية التنفيذ والإجراءات المستخدمة بين الحديث ما نوصل للنظام الكلي؟ بهذا الحكي بتخليني أستطيع أحدد شو التقنيات الجديدة اللي ممكن أدخلها بهدف عملية التطوير وتحقيق الفائدة للمستويات الثلاثة اللي كنا نحكي عليهم. دائما أنت في أي نظام تدرسه أنت بدك تشوف أثر هذا النظام أو شو الأشياء اللي لازم بتفيد كل مستوى إداري. لما نحكي عن مثلا نظام محاسبة، أوكي ماشي، نظام المحاسبة أو برنامج زي الشامل أو بيسان أو أي برنامج محاسبة، هو برنامج بيخدم في المستوى الأول المستوى التنفيذي، عملية الالتقاط للبيانات، عملية معالجتها وإخراج تقارير. طيب في المستوى الثاني الإداري شو بهمهم؟ بهمهم أنه البرنامج يصير يعطيني إحصائيات، تمام؟ بالمستوى الأخير المستوى الإداري بهمني أنه البرنامج يصير يعطيني بعض المؤشرات اللي بتغير استراتيجيات المؤسسة، زي ما حكينا يصير يعطيني أفكار أو متغيرات معينة ممكن أدخلها في معادلة ما بحيث تعطيني قرار زي ما مرت علينا. فأنت عمليا أنت لازم تناقش كل مستوى إداري أو الغاية من النظام في المستوى الإداري اللي بنحكي فيه، واضح؟ هاي النقطة اللي بدنا نحكي عليها. طيب عملية التحليل كيف بدها تتم؟ مين مسؤول عنها؟ شو هدفي من عملية التحليل؟ دورة حياة أي نظام، في له دورة حياة ولا لا؟ كيف أنا بدي أتبع النظام في مراحل تطوره؟ شو المراحل اللي بدي أدرسها؟ وكيف كل مرحلة بدها تعطيني فائدة للتطوير عملية لتطوير النظام؟ هاي الأشياء اللي أنت لازم تطلع عليها. طبعا وهذا هدفنا من المشروع تبعنا، انه نعرف كل جزئية او كل نظام كيف. تحديد المقصود النظام، تحديد المقصود بتحليل نظم المعلومات الإدارية. هنا بنحكي عن النظام ككل، اي مفهوم للنظام، وهنا بنحكي عن نظم معلومات إدارية. اساليب وادوات تطوير النظام، كيف بدنا، شو الادوات اللي حنستخدمها في عملية الدراسة والتطوير، تصنيف وظائف. اساليب وطرق تجميع المعلومات، كيف بدنا نجمع المعلومات اللي احنا حاليا في صدد تجميعها في مشاريعنا. اساليب وادوات التحليل. نيجي على النقطة الاولى، تمر عملية تطوير نظم المعلومات الإدارية بعدة مراحل تتطلب كل منها استخدام مجموعة من الاساليب والادوات. إذا عمليا احنا دائما، وهي حكينا دورة نظم المعلومات او دورة اي نظام بتم او بمر بمجموعة من مراحل. هاي المراحل بتتشكل من مرحلة تكوين هذا النظام لمرحلة تطويره لمرحلة مراقبته ومتابعته، ثم تحديث النقاط الموجودة فيه، وترجع مرة ثانية عملية التقييم وهكذا. طبعا هاي كل مرحلة بتمر او كل تطوير بمر بمجموعة مراحل. هذه المراحل بنهتم بدراستها بهدف نزيد الإنتاجية وتحسين الأداء. ليش أنا بدي أدرسها؟ الهدف الأساسي، أنا هدفي أني ألغي الفرص الخطأ الموجودة في النظام، الضعف الموجود في النظام، بالتالي أنا بعمل عملية زيادة للإنتاجية. هدفي أني أزيد إنتاجية، طبعا مش هدفي بس الإنتاجية اللي بنقصد فيها إنتاجية المواد، إنتاجية المعلومات. المعلومات شو بدها تنتج لي؟ معرفة. إذا بدي أزيد كمية المعرفة اللي بتنتج من المعلومات، بدي أزيد الفائدة من هذه المعلومات، ضمان جودة نظام المعلومات، وبدي أضمن أنا هون تحقيق عملية الجودة من توفير المزايا المرتبطة في المعلومات، من أنها تكون المعلومات متوفرة في الوقت المناسب بالكيفية المناسبة بالأشكال المناسبة خاصة بالشخص المناسب. نظام إداري شو طبيعة المعلومات اللي لازم توفرها؟ فإن بدك توفر جودة لنظم المعلومات. تحليل النظام، ما هو، ما المقصود؟ هو عبارة عن دراسة لشبكة التفاعلات بين العناصر أو نظم الداخلية للنظام الكلي، العلاقات.
أنا بدي أدرس العلاقات، أنا لما بدي أحلل النظام بدي أعرف النظام الكلي من إيش يتكون، من العناصر اللي يتكون منها النظام، بعدين علاقتها ببعض، تمام، علاقات المتبادلة مع بعضها وتفاعلها مع النظام ككل مع البيئة الداخلية والخارجية، صح؟ هذه عملية الدراسة. طبعا بهدف منها إلى فهم طبيعة العمل، وفيش واحد بحل النظام بعرف شو هو النظام اللي أنا بشتغل فيه، لازم يكون. عشان هيك حكيت لكم لما بتحللوا النظام أنت مطروح عندك لازم تحاول تفهمه في البداية. كيف بفهمه؟ من خلال القراءة المتعمقة فيه. أشوف شركات مثلا على سبيل المثال بدأنا الدراسة عن شركة التأمين، ببلش أشوف شركات التأمين، أنظمة شركات التأمين، القوانين تبعت شركات التأمين، بحيث أبني صورة أو فكرة عن نظام. اقتراح الأساليب والإجراءات اللازمة لتحسين كفاءة العمل وزيادة فعالية. مثلا أنا والله درست عمل التأمين على سبيل المثال، اكتشفت أنه لو نعمل كمبيوترايز شخص بس بيعمل مجرد نشبك التأمين مع دائرة السير على سبيل المثال، مجرد ما أنا رحت عملت رخصة جديدة على طول أو للسيارة على طول بيعمل عملية تحديث للتأمين، والتأمين بيكون شابك مثلا على البنك بيسحب العمولة تبعته وهكذا. فانت ممكن توصل لفكره معينه تربط اكثر من نظام مع بعض ويتفاعل الانظمه بحيث يوفروا لك الخدمه المطلوبه اذا انت ترتئي ذلك. فبناء على ان هدفي ايش؟ ازيد انتاجيه وحسن فعاليه نظام المعلومات. ممكن اجي احكي ان بدي اربط النظام تبعي في الداخليه مع النظام الصحي، بحيث انه من خلال رقم هويتك في عندك ملف صحي، انت لو صار مثلا سمح الله حادث الشرطه على طول عن طريق رقم هويه او كذا نعرف كل بياناتك الصحيه وبنعرف نوجهك على اي منطقه. فممكن نلاحظ صرنا احنا نطور بفكره النظام الصحي الموجود عندنا. اذا بناء على فهم للنظام عناصره شو ترابطها مع بعض. دوره تطوير النظام، بمر بمرحله تطوير النظام. اول شيء تحقيق حاجه بنسميها تحقيق النظام، وبتحقيق النظام هون بهمني انه افهم النظام الموجود. بعدين تحليل النظام، بدي ادرس عناصر النظام، تصميم النظام، الفكره كيف انا بعد ما خلصت بلشت اقترح على نظام جديد. بلا يعني هون انا درست الموجود بعدين او عرفت عناصره، عرفت شو هو النظام، بعدين قمت بدراسة عناصره وتحليلها، فهم كل عنصر لحال وعلاقتها مع بعض، بعدين هين انتاج جديد. انتاج جديد، انا عملت تصميم جديد للنظام، تطوير عليه وعملت تصميم له، وهذا بالتالي عن طريق مخطط، عن طريق رسم بياني، عن طريق توضيح بشكل معين، بعدين قمت بعملية تطبيق النظام. بدنا نطبق هذا النظام، بدنا نجربه، اوكي؟ تطبيق النظام، بدنا نجربه ونتابع تنفيذ النظام، عملية التنفيذ للنظام، كنا نتابعها. شو المراحل اللي حتمر فيها عملية التنفيذ ونكتشف الأخطاء، ليه؟ لأنه في كل مرحلة بنلاحظ في عندنا خطوط بترجعنا لمستوى معين من السابق. إذا اكتشفت أنه عندي أنا بالمتابعة أو في التطبيق في عندي مشكلة في عملية التحقيق أو في عملية التحليل برجع لها، برجع لها. طبعا هنا لما بنيجي على أنظمة التحليل بشكل عالمي أو بشكل دراسي حنلاحظ أنه حتى هاي الأنظمة تختلف أو طريقة التفكير فيها بيختلف من منهجية إلى أخرى في عملية التحليل، لكن بشكل عام بتمر في هذا النقاط الأساسية، إني أعرف النظام، دراسة النظام، أعرف المتطلبات منه، requirement تبعت النظام، بعدين أبلش أنا أعمل تحليل لهذه requirement. هنا ممكن نحدد أهداف النظام، بعدين هنا ممكن ندرس كل هدف والمتطلبات تبعت الهدف، أنا كيف ممكن أحقق الهدف تبع المؤسسة من خلال requirement معينة، هاي requirement شو طبيعتها وشو مواصفاتها، لحديت ما أوصل لشكل لتصميم النظام المطلوب. واضح دورة الحياة تبعت النظام. طبعا ممكن تكون من عناصر أو الرسم المطلوب هاي. يهدف تحقيق النظام، هسه بنيجي نشرح كل نقطة، إلى تحديد مدى إسهام النظام القائم فعلا في تحقيق أهداف المؤسسة. نلاحظ بنحكي عن أهداف، بنركز على عنصر أهداف المؤسسة وتحديد جدوى تطوير النظام وأهدافه ثم توصيف النظام القائم ليكون نقطة الانطلاق إلى التطور. تحليل استراتيجيات مؤسسة وأهدافها، هسه أنت دائما أي مؤسسة في لها أهداف. طبعا من هنا احنا لما بنيجي بنشكل اي برنامج او اي سيستم ونعمل عمليه دراسه له بدنا نمسك اول شيء في البدايه اهداف المؤسسه،
شو عندي؟ الأهداف الاستراتيجية تبعتها عشان أدرس الهدف، وكيف هي حققته من خلال النظام القائم، وكيف أنا لما بدي أعمل عملية تطوير بدي أساعد في تحقيقه بشكل أفضل. فإذا أنا ما عندي فكرة عن الهدف الحقيقي للمؤسسة، بالتالي حيكون العملية مشوهة. إذا أول نقطة أنا ببدأ فيها في عملية دراستي للنظام اللي هو أعرف أهداف المؤسسة الأساسية تبعتها والاستراتيجية، دراسة الوضع الحالي للمؤسسة اللي هو دراسة تاريخ المؤسسة ونموها، ببدأ وين أنشئت المؤسسة. طبعا هذا الحكي ممكن تكتبه بكرة في البحث تبعك، وين أنشئت المؤسسة، كيف كانت وكيف تطورت، بلشت مثلا نقول في موظفين، صار في عندي 4 موظفين، في أكثر من مركز، عدة مراكز في مناطق مختلفة، وهكذا. دراسة وضع المؤسسة بين المؤسسات المماثلة لها، وهون دائما احنا عشان نعرف حكينا وضعنا لازم نقارنه بوضع بشيء معين، اما بنقارنه بوضع المؤسسات المنافسة لنا، او بنقارنه بهدفنا، الهدف الاستراتيجي تبعنا، احنا وين موجودين بالنسبة للهدف تبعنا، قد يضايلنا نحققه، او بتقارنه انت في اللي جنبك، انه انا المنافسة بالسبق، يعني زي فكرة السبق، انت دائما انت في السبق، اما بتقارن حالك في اللي جنبك فبالتالي دائما تسعى انك تسبقه، يا اما بتكون هدفك توصل للهدف تبعك اللي هو النهاية، وبالتالي دائما تطلع عليه وتركض. فطبعا ومع الاحتفاظ في انك تطلع على اللي جنبك، اكيد ما يكونش هذا مش اخر واحد اوكي. فما بصير دراسة البيئة الحالية للمؤسسة اللي هو الموجودة فيها، الوضع الحالي، ترابطها مع عناصر الموردين، الزبائن، النظام السياسي تبع او النظام الاقتصادي تبع البلد اذا كنت مؤسسة اقتصادية، ظروف اقتصادية، ظروف السوق، الاعتبارات السياسية والمالية والتقنية، كل هاي انت بتكون بعملية دراستها. اذا كنت تحكي عن منشأة، شو القرارات اللي بتتعلق فيه المنشأة تبعتك، شو القرارات اللي بتتعلق في عملية الضريبة مثلا المتعلقة في الإنتاج، شو الأصناف اللي أنت بتجيبها، السماحية إدخال هذه الأصناف في عليها قيود معينة ولا لا، فبالتالي أنت بتفهم اللي هو البيئة اللي بتعيش فيها هذه المنظمة أو المؤسسة أو النظام تبعك. الاستراتيجية الرئيسية للمؤسسة، الحفاظ على المستوى الحالي للأداء. مثال هذا بحكي لي أنه من الاستراتيجيات الرئيسية للمؤسسة أنه نحفظ على المستوى الحالي للأداء، توسعة نطاق المنتجات والخدمات، استحداث مجالات عمل جديدة، كل هاي أفكار لأهداف استراتيجية. إذا احنا الأهداف طويلة الأجل، أهداف قصيرة الأجل، تكوين فريق عمل، كل هاي أنت من الأشياء اللي أنت بتأخذها في عملية الدراسة الاستراتيجية أو دراسة الأهداف الاستراتيجية تبعتنا. طبعا مين اللي بيشترك فيها، بيشترك بعملية الدراسة هاي، أو مين الأشياء الأشخاص اللي لازم أنا أروح أفهم منهم؟ الإدارة العليا، لأنها هي أصلا الأساس في عملية الدراسة الاستراتيجية. إدارة تقنية المعلومات، لأنها هي المسؤولة عن جمع المعلومات وإدارتها. والأقسام الوظيفية المعنية المتعلقة في كل قسم، إذا كنت أنا بدي أزيد الإنتاجية فبالتالي بدي أعرف كيف عملية زيادة الإنتاجية من قسم الإنتاج، صح؟ بدي اعمل اخذ فرص تسويق اكثر، بالتالي في التسويق بدي اروح اشوف اداره التسويق، بدي اشوف مجالات عمل جديده، ممكن اشوف اذا عندي مركز ابحاث او عندي بعض مثلا الانتاج او الاعلان مثلا انه مسؤولين عن عمليه معرفه الاسواق الموجوده عندنا، وبالتالي تقدير انه هذا المجال العمل افضل من مجال اخر اذا بنغير مجالنا او ننتقل الى انتاج سلعه جديده. طبعا هون عندنا بدنا نكون فريق العمل، فريق العمل حيكون من هدول الاشخاص زي ما حكينا، بالاضافه الى طبعا انت، يعني انت اذا اداره تقنيه المعلومات حتكون انت، وبدك الاداره العليا والاداره، كل مدير متخصص. طبعا تمثل مسؤوليه الفريق دراسه جدوى للتطوير. اوكي، دائما انا بدي اجمع هدول الاشخاص عشان اعرف شو فرص التطوير، شو الاحتياجات الجديده تبعت المؤسسه. انت لما بتحكي بدي اقضي اعمل مجال عمل جديد، اذا في عندي حاجه لمعلومات عن مجالات العمل الموجوده في البلد، فرص النجاح في هذه المجالات، كيف النظام الجديد حيحقق لي هذه المعلومات. تمام. تحديد الأهداف، دراسة النظام الحالي، تحديد الموارد المالية والمادية والبشرية. عشان هيك احنا بلزمني عنصرين، الإدارة العليا وبلزمني الإدارة الوظيفية، عشان أعرف كم عدد الموظفين الموجود عندي، قدراتهم، حاجة إلى تطوير هذه الأفراد في مجالات معينة، ما المجالات اللي لازم أطورها فيهم،
بالتالي أنا بحتاج إلى العناصر هذه. تحديد الاختصاصات والمسؤوليات لأعضاء الفريق، جدولة المشروع، إعداد ملخص بتوصيات الفريق، تزويد الإدارة بتقرير دوري عن سير العمل. هنا أنت دائما لو كان عندي فريق في عملية دائما متابعة ودراسة عمليات التطوير حيكون مشكل من هذه الأشخاص، هذه الأشخاص حتقدم تقارير دورية بين فترة وفترة عن عمليات، عن الوضع الحالي وعن دراسة لإمكانيات التطوير للنظام. تمام، هل أنا بحتاج إلى استخدم ظهرة تقنية جديدة، هل بحتاج إلى استخدم هاي التقنية؟ ونرجع دائما بندرس التكاليف، طبعا زي ما حكينا سابقا أنك بدك تقارن بين الإيجابيات والسلبيات لعملية التطوير بشكل معين. وحيكون إذا بننتبه قبل كنا نحكي عن دراسة الحاجة بنسميها الجدوى، أنا مش بس بدي أحكي أنه بدي أطور، بدي أعمل عملية تطوير مع دراسة للجدوى. الدراسة الجدوى بتحقق لي أنه هل النظام الحالي هو أفضل للنظام للمؤسسة من النظام الجديد ولا لا. وهي من المشاكل اللي كان يوقع فيها كثير من الطلاب لما يجي يطرح انه برنامج معين، انه يستخدم برنامج معين او يشتري برنامج معين، كان يكون في عنا خلل في عملية الجدوى. ليه؟ يا اما بحكي لك انه انا البرنامج النظام الحالي بكلفني $1,000، بدي اعمل لك برنامج كمبيوتر بكلفني $800، نروح نشتري في موجود في البلد $200. يحكي لك انا بنصح نعمل برنامج. طب كيف بدك تنصح؟ ما انت الحالي 1000 واللي بدك تعمله 800، واللي روحنا اشترينا واحد جاهز ب200، بروح اشتري واحد جاهز. فانت زي اللي بتحكي له روح اشتري واحد جاهز، تشتريش مني. هذا من الخلل، من الاخلال مثلا يكون يجي يحكي لك انه انا النظام الحالي بكلف $1,000 ونظام المقترح الجديد بكلف 2000. طب انا خليني على 1000 صح؟ حتى النظام الجديد ما هو هاي برضو مشكله، انه ممكن يكون النظام الجديد مهدد انه بالفشل. طبعا بالفشل مش بالفشل، حيكون بحتاج الى تطوير اذا كان ماشي بسيستم ما في شيء بفشل. بس المشكله انه عشان ينجح هل قيمه التكلفه تبعته بتكون عاليه ولا لا؟ واضح. فانا مش معقول اني اروح اجيب سيستم حيكلفني على المدى الطويل تكلفه عاليه، ايش بدي فيه؟ يعني بمعنى اخر، لو انت عندك برنامج او انت بتدخل زي ما ضربنا مثال المره، انه انت عندك كمبيوتر، عندك دفتر بتكتب فيه مبيعاتك، دكان صغير مثلا، رحنا جبنا واحد برنامج انت عشان تدخل مبيعاتك، قبل هيك تسال الزبون اسمك، تاريخ ميلادك، وين ساكن، رقم هويتك، قبل ما يشتري لو بده يشتري باكيت دخان مثلا، هل برنامج مزعج ولا لا؟ مضر. حتى لو بعطيني معلومات، ما هو اصلا قاعد بضيع علي زباين، لانه ما حداش حيجي، حيصير كلك تدخل عنده بسجوبك، مزبوط ولا لا؟ فبالتالي حيقلل زباينك على المدى الطويل، اصلا مكلف، مزبوط. فبالتالي انا ما قررت انه هذا البرنامج لدي. طبعا احنا اخذنا مثال بسيط بس ممكن يكون، وهي موجوده في حاجه بنسميها سوفت وير انجينير، هندسه البرمجيات، انه في كثير من نسبة كبيرة من البرامج بتفشل بسبب اما تكلفتها العالية او ناتج عن مرحلة الاولى، مرحلة التحقيق، مرحلة دراسة النظام، تحديد الريكويرمنت المطلوبة اللي هي المتطلبات الاساسية للنظام. فانا ما عرفتش ادرس المتطلبات الاساسية للنظام، بالتالي انا كيف بدي انتج برنامج؟ بعدين عملية التوثيق هنشوف انها هتكون مشكلة. كثير من الناس بيجي بقول لك انا كان قصدي، لما واحد بيطلب منك برنامج او بيطلب منك انك تطور له نظام المعلومات اللي عنده، بصير يقول لك انا كان قصدي هيك. فيش قصدي، في شيء من دوكيومنت، في شيء لازم يكون مكتوب. انا قبل ما ابلش في تنفيذ اي نقطه في مرحله التصميم الحقيقيه، لازم يكون هون عندي صار فهم كامل بالاتفاق مع العناصر المشتركه معي، مع الفريق، كل الفريق المشترك معي لازم يكون متفقين انه معنى مورد هو شخص بيجيب لي صنف، مش واحد بتبرع، مش واحد يكون مندوب لشركة، هو شخص مؤسس إلها كيان. لازم نتفق على أسماء، لازم نتفق على معاني، لازم نتفق على متطلبات للنظام. النظام لازم يكون فيه 1-2، لازم نتفق على الإجراء التنفيذ. أنا عشان
اقوم بعمليه اصدار شيك، لازم الشيك يكون له صاحب الشيك له رصيد في البنك، هذا الرصيد مغطى بتكلفه معينه، له تاريخ مثلا جيد في المؤسسه في البنك، وبالتالي بناء عليه بنصدر له الشيك، شيك محدود او عدد الشيكات محدوده لحين تجربه معاه لفتره معينه. فانت عامل بروسيجر، عامل اجراء معين، خطوات معينه لازم نكون متفقين عليها كلنا، مش واحد يجي يحكي لا انا بدي اخلي كمان المدير العام بعد فتره بعد ما خلصنا النظام يجي يحكي لي لازم المدير العام يوقع على الشيك او على اصدار الشيك، لازم هذا مين اللي مسؤول عن خطوات تنفيذ الاجراء المطلوب او العمل الوظيفي المعين المطلوب، لازم تكون واضحه من البدايه عشان انا لما اصمم النظام اصممه كامل. المشكله بتتم غالبا في المرحله هاي، اما بتكون مرحله مش واضحه يعني نقاط مش مفصلة بشكل جيد للنظام، أو بتكون عبارة عن أشياء عامة. يعني أنا زي ما بصيرش أجي أحكي في مرحلة الدراسة أجي أحكي الهدف تحقيق مستوى إنتاجية عالية، ما بنفع. لازم تحدد كيف بدك تحدد تحقق المستوى الإنتاجية العالي، لازم تحقق أنه أنا بدي بصيرش أجي أحكي الهدف متابعة الشيكات، انك انت بدك برنامج يتابع لك شيكات الزبائن تبعونا، هذا هدف عام. كيف بده يتابع؟ بده يعمل 1 2 3 4 ويحط في جميع الحالات الممكنه، وكيف كل حاله بدها تاثر على النظام تبعك. فاذا لاحظوا عشان اوصل لمرحله التصميم، فان العمليه مش بالسهوله او بالبساطه اللي بنتخيلها انه لما نحكي عن تطوير النظام. طيب دراسه الجدوى وتحديد الاهداف. الجدوى فيه عندي 3 أنواع من الجدوى، جدوى فنية، جدوى اقتصادية، وجدوى تشكيلية. هل يمكن القيام بالعمل بالتقنيات المتاحة من حيث الفنية؟ لازم أعرف أنا لما بدي أجيب برنامج كمبيوتر وأنا ما عنديش كمبيوتر، هل الموظف الموجود بيعرف على الكمبيوتر فبالتالي بده يريحني على طول مباشرة بجيب له هالكمبيوتر وبلش يشتغل عليه على سبيل المثال؟ هل انا عندي برنامج جديد بس الكمبيوترات الموجوده عندي وتقنيه الاتصالات الموجوده عندي كافي؟ قديمه صحيح بس كافي ممكن. وكثير من الاحيان هذا الحكي يمكن لانه احنا بنشعرش فيه بشكل كبير في الدول الاجنبيه، لانهم بيدفعوا قيمه كل شيء. فبتلاحظ انه بعض المؤسسات لليوم ممكن تشتغل على ويندوز 95 ويندوز اكس بي او يمكن اقدم من هيك تلاقي. ليه؟ لانه البرنامج اللي عندهم النظام اللي عندهم كافي لهم. صح في تقنيات احدث بس ما في داعي ادفع تكلفتها، لانه انا بدفع حق الجهاز، بدفع حق الويندوز، بدفع حق الاوفيس، بدفع حق كل البرامج اللي بتدخل فيه، مش بخمس شيكل بفرمة الجهاز وبنزل فيه برامج، ما في شيء زي هيك. فبالتالي هم بحكي لك انا ما الداعي له بالضبط. فانت دائما هون لازم تدرس الجدوى الفنيه، هل الادوات المتوفره عندك فنيا، تقنيات المستخدمه حاليا في المؤسسه كافيه ولا بنحتاج الى شيء جديد. الجدوى الاقتصادي، ما العائد من تطوير النظام؟ انا اذا طورت النظام تمام، شو الفائده منه؟ شو اللي بيحقق لي؟ مش سيوله، العائد منه بس شو لا مش العائد منه، يعني بالضبط الفائده منه مش العائد. الفائدة منه، الفائدة منه ممكن تكون كيف؟ أنا نفترض أنه عشان أنتج معلومة معينة بدي أسبوع، هذا البرنامج أنتج لي إياه بيوم، وقت أقل، هذا الوقت له قيمة، له قيمة مادية أكيد، له قيمة. هسا إذا كنت أنا بحكي عن بدي أدرس السوق عشان أقوم بتغيير مثلا نشاط المؤسسة، بدي أنتج سلعة جديدة على سبيل المثال، إذا كان في عندي سيستم بيستطيع يعطيني بأي وقت الوضع المالي للنشاطات في الدولة، مين أحسن نشاط ممكن أشتغل فيه بسهولة، معناته أنا بسرعة بتخذ القرار الصحيح وبالتالي بحقق فرصة نجاح أكبر، حيتحقق المادة. إذا إحنا بنحكي هون من خلال الجدول الاقتصادي اللي هو العائد المادي تبعها، الفرصة اللي انت ممكن تأخذها، فبالتالي بتحقق لك مال. انت لو عرفت، لو عندك تقنية معلومات تتنبأ انه سهم البنك العربي حيزيد خلال الفترة السابقة الجاي، بتروح مباشرة بتشتري صح؟ لو كان عندك النظام سيء واجب فكرك انك تبيع الاسهم الموجودة عندك
بالتالي انت حتخسر. اذا الجدوى الاقتصادية من السيستم تبعك خسرني، مزبوط. فاذا هاي الجدوى الاقتصادية. الجدوى الاقتصادية بنقيسها كمان منظور تاني، انه انا تكلفة اني اعمل هذا النظام، انا عندي النظام الحالي، النظام الحالي بكلفني زي ما حكينا $1,000، نظام الموجود عندي اذا طورته حيكلفني $2,000 بس مش حيحقق لي عائد كبير. طب انا قاعد بخسر، دفعت، مزبوط. اذا اقتصاديا هذا النظام مش جيد. لكن في واحد بيجي بحكي لي، وكان عندي برنامج بيجي بحكي، واحد بحكي لي انا بدي اعمل لك نظام ب2000، واحد اجي حكى لي بدي اعمل لك اياه ب500، مين النظام الاقتصادي فيهم بالنسبه لي؟ ابو 500، صح. اذا بحقق عمليه تطوير بتكلفه 500 وانا النظام الحالي عندي 1000، بالتالي النظام الحالي عمليه التطوير حتحقق لي فائده اقتصاديه. الجدوى التشغيلي، هل يستخدم النظام الذي تم انشاؤه في المؤسسه، في مؤسستنا، يعني امكانيه تطبيق هذا النظام في مؤسستنا، مدى امكانيته، تمام، انه هل المؤسسه هذا النظام بيخدم المؤسسه الموجوده اللي بنشتغل فيها ولا لا. ممكن نيجي نحكي انه في عمليه تطوير لانظمه جديده، بدك تدرس انه هل يمكن تشكيله عندنا هذا النظام ولا لا يطبق. فهي النقاط. تحديد الاهداف العامه للتطوير، اذا كانت نتيجه دراسه المشروع مؤيد لجدول الاستمرار في تنفيذه فيجب تحديد اهداف هذا التطوير ويمكن انظمها. هنا احنا بناء على الدراسه السابقه الجدوى الفنية والتشغيلية والاقتصادية بدنا نحكي انه البرنامج اوكي. يعني وهي دائما في المقدمة، انا لو بدي اجي اطلع على بحثك او بدي اجي اطلع على شخص بده زي ما حكينا قبل شوي انه بنتج عن العملية تقرير، فانا بطلع في البداية حكى عن الجدوى بوفر اقتصاديا، يمكن تطبيقه، يمكن يعني في فوائد منه، وفنيا ممكن استغلال الموارد الحالية في المؤسسة، ما فيش داعي نشتري اشياء كثيرة برا، تمام. الفائدة اللي بيحققها 1 2 3 للنظام، فأنا ساعتها بقرر إنه هذا النظام خلينا نكمل فيه ولا وقف. يعني من البداية إحنا بعملية الدراسة الهدف منها إنك تدرس إنه هل فرصة عملية التطوير حتحقق عائد ونستفيد منه وبنبلش نكمل عملية المرحلة الثانية من عملية التطوير، ولا إنه إحنا ما بفيدنا الموضوع فبنوقف عن هاي العملية وبنبلش نفكر بشكل آخر بتطوير بمجال آخر أو بنقطة أخرى أو كذا. فهنا كمان بتفيدني أنه مش بعد ما أنتج البرنامج أو أنتج النظام أجي أحكي إيه اكتشفنا أنه في مشكلة وبحقق لي بحققش فائدة المطلوبة. أنت من البداية تعرف هذا الحكي. طبعا هنا لازم تكون اللي تنتج عن عملية الدراسة أنك تحدد الخدمات التي ستقدمها النظام الجديد. شو حيفيدني؟ دائما أنت لما بتحكي عن تعال لمدير تعال نطور النظام الموجود عندنا، أول سؤال بسألك إياه شو بده يفيدني؟ بيش شو بدي استفيد، تمام. تحكي عن الامور الفنيه اللي ممكن تستفيدها، بدك تحكي عن الامور الاقتصاديه اللي ممكن يستفيدها اذا بده يربح او بده يوفر، تمام. بدك تحكي له تحديد مستوى اداء الخدمات بما يحقق اهداف الوحدات. كل وحده اذا بدها تستخدم هذا النظام شو الاهداف اللي حتحققها منه، شو النقاط اللي حتستفيدها منه. اذا انا بدي استخدم هذا النظام في اداره شؤون الموظفين، فأنا إذا استخدمت البصمة مثلا على طول حيدخل على الكمبيوتر، بالتالي حيعمل له إحصائية وانت بتدخل وانت بخرج، وبالتالي بنوثق انه هذا الشخص هو الذي دخل على النظام مش زميله طبع له الكرت. وضحت شو الهدف من ان استخدم البصمة، نظام البصمة مثلا، شو العائش، شو اذا دخل هذا على النظام وعمل عملية الادخال شو حتفيد المستوى الاداري، حتفيدوا في متابعة الموظفين، شو الموظفين، متابعة شو الموظفين، معرفة مستويات الأداء تبع الموظفين، مدى التزامهم بالعمل. طلع صرت أحكي عن مستويات أعلى. فإذا بناء على كل وظيفة في المؤسسة شو بفيدني هذا النظام أو مستوى. تحديد الأولويات التقنية أو التقنيات المستخدمة، يعني هون أنت أكيد في النظام حيكون في عندك مجموعة من النقاط اللي بتحب تحققها، لازم ترتبهم. مين الأشياء اللي بتهمني أحققها والتقنيات اللي لازم أستخدمها ضمن أولوية معينة، مش بدنا نحقق كل شيء مرة واحدة، أكيد لا، بدك تحقق عن طريق أولويات معينة، وهذا أنت بتبلش في بناء النظام تبعك.
طبعا الاشياء اللي لازم ندرسها في عمليه في دراسه النظام الحالي، وهي النقاط اللي انتم لازم تعكسوها في البحث تبعكم. اوكي، اللي هو ايش؟ الهيكل التنظيمي للنظام. لازم تحكي عن المؤسسه اللي انت موجود فيها، لا او 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 اذا كنت بتحكي عن محاسبه او بتحكي عن نظام صحي او بتحكي عن، ممكن تحكي عن الهيكليه تبعات المؤسسه. واليوم على الانترنت كثير من الهيكليات موجوده، اذا انت لم تستطع انك تجيب الهيكليه صحيح 100% ممكن تشوفها من اي دوله، يعني مش بالضروره فلسطين. يعني اذا كنت انا بحكي مثلا عن نظام صحي زي بعضكم، ممكن اروح على اي دوله في العالم على الانترنت واشوف النظام واخذ فكره. يعني انا مش هدفنا انه نمر بالمعلومه الدقيقه 100% بقدر ما نمر بالتجربه. يعني انا بدي اياك تجرب تحلل النظام، مش بدي اياك اني اجي احكي لك انهم عندهم هاي الوحده او ما عندهم. مش واضح؟ فعشان بعضكم سال على قصه انه بعض المؤسسات بتطلب ورقه، هذا مش هذا مش مش تدريب ميداني اني اعطيك ورقه عليه، انا بدي اياك تبحث. البحر في المستشفى على سبيل المثال، الاغاثه الطبيه برضو كبير، في لها نشاطات اصغر. تمام، يعني ممكن تيجي بس ترجع تحكي على نفترض العلاج في السكري مثلا في في الصحه، سكري بس، شو كيف بتعامل مريض السكري وانت مواعيده كيف بيجي كيف كذا مثلا. بدي اجي احكي عن المحاسبه، ممكن احكي عن نظام الشيكات بس، كيف معالجه الشيكات بس، اجراء وظيفه معينه واشرحها، لانه زميلي بده يحكي عن شيء ثاني مثلا عن المخزن، زميلي الثالث بده يحكي عن حاجه ثالثه وهكذا. فانت بالاخير بتشكل جزء من النظام الكلي. العتاد وطاقته، المؤسسه شو العناصر الموجوده فيها؟ برمجيات النظام الحالي على ايش بيشتغل؟ شو الانظمه الموجوده حاليا؟ البرامج التطبيقيه، تقويم كل برنامج من ثلاث جوانب، انا بدي ادرس البرامج، مين المستخدم له؟ التقويم الفني شو حيفيد؟ اوكي، او الـ 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 من الامور الفنيه التقنيه المستخدمه فيه، شو الادوات التقنيه اللي بستخدمها فيه؟ او التقويم التنافسي، التقويم التنافسي بين شو امكانيه التطوير على النظام هذا؟ الكفاءه البشريه، العناصر اللي عندك شو مواصفاتهم؟ انا عندي مدير، عندي موظف، عندي محاسب، عندي كذا. السياسات والاجراءات، عملية مثلا زي ما حكينا قبل شوي اللي هي معالجة الشيكات كيف بتتم؟ شو السياسة تبعت المؤسسة؟ تعطيه تسمح لك لك لخمس شيكات مثلا، والشيكات لازم ما تزيدش عن كذا، المبلغ الممكن من إلى، واضح؟ فأنت هاي سياسات إجراءها، الشيكات بتنعطى للمحاسب، المحاسب بيقوم بمتابعتها أو توريدها على البنك مثلا، والبنك بيقوم بمتابعتها له وإعلامه بموعد الشيك، أو إنها تدخلها على نظام كمبيوتر وفي عندي موظف هو المسؤول عن متابعة الشيكات، وفي حالة رجعة الشيكات بيعلم المؤسسة. فأنت بدك تدرس هذا القصة الموجودة عندهم في هذا المجال. يعطيكم العافية.